يا سيادة الرئيس من فوق تراب أرض محافظة نيات، أقول لا تظن أنك وحدك، والله إن أطفالنا وبناتنا وأولادنا وشيوخنا ونساءنا عظيمات مصر وشبابنا كل ذكر كان أنثى كلهم خلفك ومن حولك سند ودعم، نحن بك وأنت بنا، حفظك الله لمصر وحفظ مصر بك، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومن هذا المنطلق أؤكد أن حزب مستقبل الوطن على قلب رجل واحد داعما للسيد الرئيس، وبالإنابة عن نفسي وعن جميع قيادات وكوادر حزب مستقبل الوطن أقول لسيادة الرئيس ثقتنا فيك بلا حدود، ثقتنا فيك بلا حدود، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. نحن نشهد عرسا ديمقراطيا غير مسكوب، ونشهد الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر أيام عيد قومي للمصريين جميعا. سنشهد عرسا ديمقراطيا انتخابيا يشهد به الحاضر والغائب والقاصي والدائم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أجل أقول له يا ريس احنا عايزينك من أجل مصر، من أجل مصر. مصر البلد مش اللي احنا عايشين فيها، مصر البلد اللي عايشة فينا. ايه الحب اللي الناس بتحبه لك ده يا ريس؟ ايه الجمال ده يا ريس؟ احنا معاك ومش هنسيبك يا ريس. تحيا